السلام عليكم. صباح الخير. شو أصبحتوا وكيف حالكم؟ ها ريدي؟ يلا ويخدمون محل زايد. هذا اللي يسمونه محل زايد لازم يتخرفش. ها النمونة. يلا يلا اصبر عارف اصبر. هي على فاتتنا الصباح ما شي فايدة. بنت ريالي الصباح اللي عقبها. ها اسمه محل زايد. كل حد ما يقهر أقل من دقيقة ويذهب القرص الواحد لأنه رفيع 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 زيادة على اللزوم. الذهب ها روحه يطير ويدرون عاد على وجهه شكر مطحون مرة شرات الفودر. يلا بسرعة هات القفل. لازم تحلمون. درعا عليه شكر ودهنة. السلام عليكم. From where this? Okay. Thank you. Put it here. Thank you. Say thank you to your... فعلى طريقة العيان إن شاء الله عقب يومين لو ثلاثة أيام. ما هو حالي. رقدت اليوم عنها. ما هو حالي أيها من الصبح. والعين مالت السمبوسة. أقرر يومي. كل يوم. أين يبزرون الفريزة؟ أبوي خبز الكباب لأن حين ما صاب الهدف. واستعيل الله يهديه الطباخ. أنا قايل له ذكرني عقب كم من يوم بنعين وبنخبز وبنصور. عقب كم من يوم أنا ما كان لي بارد حق تصوير مطابخ وما مطابخ. أنا بصير عزة اليوم فلذلك ما أدري كيف يعني ما هان علي ما صوركم. صور شوي. وين؟ بتصير تبول؟ يصير بول. خلاص ها ودي قبل ودي الحمام. السلام عليكم. طبعك علي. صباح الخير. شو يا بيلنا؟ شوف. ايش في البقالة؟ يوسف؟ نو انسايد ذا ووتر بوت. بوت سم 10 20 بيسز. كلت انت صلاح؟ وين؟ من التوت فرصاد. ياكلوا معك؟ صباح شو وات ديد هي طب عصير قص هي وان تو ايت بريكفاست هير. اوكي تبغى يحط لك شرات ريوق اليوم؟ ايه اول بالي تمسحها. ايه ان شاء الله حبيبي. انت ان شاء الله. شكرا حبيبي شكرا. لا خليه عاد خليه يشيل صحانه. خليه هي خليه انا ابوي جايب تفيجه بتفيج عنه بتشله انا ابوه. دو هي موجود ولا عذر من الغسال ما بالغسال عادي لا غسال انزيها. كل الاخبار اللي في الدنيا وما ادري شو كل يخوز عنها تشبي عنه وصبي غير. ها صلاح تبى محله من هذا محله زايد تبى ولا يسوي لك جبن وما شو ولا... ما تبى محله زايد؟ لا هذا بعدين يعني صلاح شو تبى الحين انت زين شو تبى اكل ايه مثلي انا ايه ها حلوم وذنعناع دبلت لي اه ايه ما اعرف شو تقول انت بعد لا 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 ايه؟ انت ما لا لا ما سويت جيت اليوم من غير ما ادق تليفون اخيار انزين ايه قريب الف القرص الف القرص لو لا زين يلا لازم يتخرف لازم يتخرفش يلا اتراني لطمت منه لطمت ثلاثه شو اسوي تهلعت ما رمت اقاوم شو اسوي يلا صلاح بقولكم هو اليوم نحن اليوم ماشي تصوير احنا الرد هذا للي كل دقيقة يبون طريقة العيان هذا خلاف بس انا عارف ان المفروض اول باري طريقة العيان والكميات والمقادير ترى انا اشوف اللي في التلفزيون يظهرون ايش قال يسوون الطرق وعارف لكن المقادير ها كلنا عارفه لكن اليوم هاي الملقوف روح استعيل الطباخ استعيل اقول للامس اقول له بنصور تشرني بشيء الفلاني والشيء الفلاني عدة أشياء يعني حق نكتبها وكبين فترة والثانية نصور شيء عشان ما يكون كل يوم ممل طبخ وأكل طبخ وأكل طبخ يكون الشيء ممل
فلذا قلنا كل اسبوع بنسوي شاي ولو لو شايتين ما وعيت به الا اليوم عاين وخابز مره يعني ما بنستفيد نحن من هذا خبزت انت شو اللي بنستفيد نحن ما بنستفيد شيء الحين لان لا المقادير ولا طريقه اهم شيء مما يكون طريقه العيان والمقادير يا خير الله يهدي هذا ما استوعد الحين المامنين شب ما ينلقط ان شاء الله معاوضين خير هاليوم يلا صباحك الله بالخير ايش الحال يا ربكم خير مرحبا يا رجال يسلم عليك مرحبا ملايين ولا يسدن الغالي ايش حالك هي الخالدي ذكرتنا بالسنة الأول يطول يحافظ على المحلة سمع به ايا خلاك ولا بايا يا سيد فيديو يعني اسوي واحط الدهن عقب يا الخالدي اشوفها قامت تاكل عيالها وش علومك الله يسامحك يا الخالدي جرحتني وانا من متابعينك اي الله يسامحك والله اوه خالد الخالدي ها نسوي اليوم شبابك نحن في امريكا مغلتك ولايتي مره رقم واحد معاك خليل علي في المتعافي المنصوري وهني ناصر خلاف القبيسي وهاد بخيت ومحمد حامد بن فاضل المزروعي حمدان المرزوقي مرحبا حيا الله ابو محمد الغادي كان ودنا تكون ويانا ولكن يعني صراحه منظر روعه ابو محمد قاعدين نسوي كنافه بالسمن مالك سب تضبطه طبعا الشيف حمد خالدي نفس الشباب ولا غيره خالدي شوي من الذبابة حطينا فوقه هاي الأمريكا ترتيبات شوف محمد كيف العين الصبح خليته 25 دقيقة تقريبا والحين جاء صباح الخير ابو محمد شوف ها يا استخدم عينة الاجباب روحي يا بيدي يا في المطبخ الحين يدويا عقب الخبر ها ابو محمد خدمة هالبريمي ها طريقة الخالدي هاي خدمة هالبريمي شو رايك ولايك يا سعد الحين في العزة وكل ما تروعوا وقالوا ايش حبيت قال لا قال بسم الله يوم شافك قلت له ما تروع اي والله وانت تشوف اللي يشوفك ما يقول بسم الله ليش لازم يقول بسم الله وما شاء الله تبارك الله ها كلمات زين روعته قالوا روعته وانت تشوف بيك ما يروع احلى انا ولا انت حاليا ولا سابقا لا حاليا سابقا ما في الحاضر مدح لا الله يحفظك يا الله يحفظك وانا في العزاء العزاء احياء اميره بالتهذيب اما محمد بن سلاوي الفيسي مثل ما قلت لك في كذا عزة من تصير العزة تلقى كل يوم حد ما شفته من 15 سنة من 20 سنة ويعني والدنيا مترجة هذا بارك الله فيكم جمال الشعفار جمال الشعفار عجيبة كم سنة في دمك والله يا 25 سنة الوالد ها ما بيعزل لك الوالد أنت صغيرة أكبر عنك أنا
خالد بن سعيد أظني. شو تقول مبارك بن عيد؟ يقول مبارك بن عيد صور الشاب الحلو هذا. وين منهم؟ هذا هذا. هذا شو بلاه وليش أصوره عادة؟ صوره لأنه هو قال لي يزقر خالد أبغى رسالة. أراك شو قاله؟ راح شرد براي عادة. ترك أحرجته. أقول لك. لبيه. أيام شوهات تذكر. يا الله يا زين من الوقت يا طلبا. أنت ها؟ تبعك قبل المغرب عصر راح في البير. أيوة. والله. نزيل يوم تبعك. يا مرحبا بن عيد. يا مرحبا بن مبارك. هلا والله هلا هلا. صور العرب كلها يا غير ما حد شد صوره يصور الناس كلها هيلا بيس تصوير هيلا بيس تصوير غير ما حد شوفها هي والله عيش التحرر بيوهر شوف بس عليك بتصور بارك الله فيك بس عليك بس عليك من هالتصوير اللي ما يوجه بدفع فلوس عشان هيك روح عصابك الحين مرحبا مرحبا يا ربي يا ابو يوهر بس عاد هالتحبيب اللي ما يوجه سرار يا اخي سرار من هنا يعني. والله يا السمي ان هذا غير رموني من يشوف حد ياسي يحدده يا الله شو يا اخي مصور اليوم مخزن اسمي هكر العصابة شو وحياة المرحومة انت ايه والله سافة انت طرشت لي هذا مال عزيز انا سويت كابتشر غير ما دريت نسيت ان حياة المرحومة اسمها انت ايه الله يرحم بركات الخطأ هذا آلاف المؤلفة اللي ترحمت على حياة والدك جزاك الله خير لا حشر جزاك الله خير تنبونك رعي واجب جزاك الله خير تدري متى عديبك انا؟ انا انت بالكوفه ما شفتك انا عدي ببوك والله العظيم صدق صحيح ما يحتاج عدي ببوك قبل ما ياخذ امك لا لا في ليوه شد عازمينا هو حياه يدك نشوه انت اي الله يرحمه صحيح صحيح من جريب متوفي؟ لا لا من سنين في 90 متوفي غير انا كم عمري؟ يا ابوي يا ابوي انا والله يا ابوي شد ضوينا عندهم ضيه ليوه من سنين في الحويلة هنا نعم. إيه. ونكود أبيض عرقوب ما زينه ويرششون بماء عسب نيلس عليه الله. هذا محمد بن مانع المهيري يا ربي من سنة 90 بعد ما شفته ذلك تحيدها يدتين شوي يلا بلالي ما حيدها حديث المعروف نعم. يا زين هو يا زين التقاهم يا زين مكان هو يا زين بقعت الناس كانت فيه شوف الله علي خلنا انا بسوع قصر علي يا ريال انا بكبر مشاهد انك حتى في العزاء ادمن عاده هذا من مدمنين مره يا ريال قصر علي بارك الله فيك خبر عن اي نوع اتخبر عن المانجا الكيت 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 هذا اجود هاي يسمونه همبه مانجا غزمي ما يصير فوق حق يعني توالم مع البيئة مع بيئة الإمارات توالم معه لكن يحب الغتل يحب المكان اللي ما فيه شمس هي نعم مستوت الدنيا العويس موجود لكن الجديد حاليا الكيت عائلة الكيت يسمونه عائلة الكيت كذا نوعا نعومي كيت وايدة زين مشاتلنا يبيعونهم كل شيء موجود كل شيء موجود يعني لا تأخذ إلا مكان واثق منه شو طايفة شو قبيلك أنت؟ القبيسي القبيسي كم طايفة؟ وايد آلاف المؤلفة صح؟ هنمون عائلة المانجا الهمبة هي نعم الاسم همبة لكن الهمبة كذا عائلة وكل عائلة كذا فرع فيها أنواع وأشكال من كل ما تشتري ما هي فتحت الموضوع جيد بدنا ندخل في اللون بعد شوي زين على الله يحفظك أنت معرسة؟ صحيح يعني معرس نعم ما شاء الله شو عندك بالعيال عبد عليك ترى الله يحفظك ها تدل عليك ترى لا لا مشكله يتابعونه شو كذب انا مسكت قصب زور بعد تكذب انت بامرك انا مصور انك لا مش بامرك بدي شيء بالظاهري خادم بن سعيد بن مسلم القبيسي وعبد الله بن أحمد بن خلف القبيسي هذا كنو تعرفين شو السالفة توحينا هذا بيوهر مطرش لي الخبر مع الوفاة
أنا مخزن اسمه ولد حياة تيفة. وش اللي سويته أنا؟ مشيت الله يحفظكم قرشت الكابتشر هذا حق العالم كلها اللي على سناب واللي على الواتساب، غير ما أركز على اسم حياة أمه وافتضحت فضيحة. يا خير الحمد لله إن ما زعل. مسبوق بن أحمد الله مسبوق. احنا معزوم على الفطايل لولا ان شاء الله مره يوم قايت اخبرني حتى لو انا مرباكر. حالك طيب يا خالد؟ الله يسلمك ويحفظك. صورة صغيرون لا بد ولا عذر منها. أحمد بن يهوي القبيسي عديبك يوم انت ظني ولد سنتين في مدينة زايد ولا أنا غلطان؟ نعم. محمد بقى بن قرونة مرحبا مرحبا مرحبا. منو تطرينته؟ أبو أحمد مسعود بن أحمد. إيه جمال الزعفار. إيه وهود السامان. صار طال عمرك الحين صار كل هالعرب شافته لبس له ولا هي الحين تذكرت هي اللي تم بنت بخبرك السالفه. الادريس ما كان هذا، كان الادريس مال الجيش الاولي انزين الشرطه الاوليه فلك حراهن كذابيات اثرن صدقيات هالنيوم كلها خليت موت خلفان المشوي. يا الله ما بعك ما شاء الله متماسك وفنان جعل الله يحفظك. بس ما سويت انا ما بي كلها بوي العالم ظهرت بوي المسجد بالاتجاه جدة الخيمة. احنا عاد بيحطون الغداء تحيدون عاد انا ما اعطي له حق. خلصنا من الصلاة وأمروا بالغداء. يوم حد التم أبويه مرة يسوع على الصياني صرقت عمري صارقة من قبل أسبوع ما تحيدون كنت في بيتهم. يوم أقول لكم سار بيت ميرة بتهزيم جلست وياها ورمسنا وعقب يانا محمد. يوم أصور محمد بجليوي عندهم في البيت وبسطت والله وياهم وكانت بخير وسهالة مرة ما كانت تشكو من باس. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. قبل أسبوع زايرنها بالسلام والحين حضر عزاها لا إله إلا الله الدايم وجه الله. سبحانك يا رب. ومن بد العوائل كلها في وضبي عائلة حياة ميرة بتهزيم تربط بيني وبينهم علاقة قوية من يوم أنا عمري 6 سنين متياورين ناس نيواد وكرام من يوم نحن يهال لين يومكم هذا. سبحانك يا رب ما تشديت وظهرت خالي. تعرف تقول هذا أبويه هاي أمهم يعلها الجنة ميرة بتهزيم. ما تقول أبويه هذا موظف ولا عند بناية ولا ما يشتغل. كل حد بيها لازم بتمد باللي بقربها اللي في يدها بالطاولة اللي جايينها كان ذكر لونثة كبير صغير ما عندها بالشيطان حتى لو ييها من يكون. اللي بيها بسير ما يظهر إلا مبهنس لازم تبهنسه اللي بيه. سبحانك ترى الكريم لو بتنجلب الدنيا فوق كريم لو بتنجلب الدنيا فوق تحت عمره ما يستوي بخيل. والبخيل يا ابوك يوم يحط يده في مخباه يا غير يتحرى عجارب داخل تلدغة. وبنت هزيم يعل عظامها محرمة عن النار. في وفاتها هذه طاح ركن من أركان الكرم. نعم نعم إن طاح ركن من أركان الكرم الياسي. الكرم الياسي كرم الياسي ترى روحه مخالف غير نمونه. ناس كلها خير وبركة وبلا وما بصغارتهم في العرب يا غير كرم بن ياس معدي مرة تعرف يطريج حق يعني الله يغفر لها إن شاء الله ويرحمها ميرة بتهزيم ويغفر الأموات وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يطرح البركة إن شاء الله في ذريتكم ذريتكم. كده وصلت البيت عادها الحينة اليوع اللي في الدنيا كله فيه
يلا بنام سخلاف في الله راد. إيه مو معنا صورة هذا أبوي غراب حال على ياسمين. صباح الخير يا خالد، أبشرك سعيد أصبح غير المسمى اللي أعطيته إياه سعيد الرقاد. الحين خلاص ما رقد، الحين خلاص. مرحبا 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 ابو احمد، يا مرحبا، قرب قرب قرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بلاك شوف شو مستوي، ما سبب جاي زعلان شو مستوي، ما سبب خير زين. ها بلا صلاح يا زعلان، صلاح بلا زعلان، ما سبب خير حد مزعلنا. وسايب بلا اقتراح، سر عنا سر عن ما يبقى تدور وراه، سر منك أسد، سر منك عنا. أقولكم هذا حينه وقت ال وقتي على الله يسلمكم. غل الورق الشير كله يبتدي غل ورق جديد زين، فعلى أساس إنك تسلم من كل الدواب اللي تظهر من تحت الأرض، أساس إنك تسلم من العناكب والديدان والحشرات وأي شيء من القوارض والزواحف اللي تركب تتسلق على يد الشيرة جد الورق. صار إنك ما شفت في البلدان اللي من غير اللي يدوع في الشوارع يدوع الشير مدهونات بأبيض، ما تعرفون شو عسب شو؟ الحين بتعرفون هاي الطريقة. يعني تقريبا متر من الأرض، من الأرضية متر يدهنون ويه ويهين ثلاث، المهم يكون هنا كامل البيت. الحين اخليه يرد بدال الودي وديتين يرد عليه. ري شويه، ري من داخل، ها ري شويه، ريك يهد. ها شوفوا شرات عينه المحلة الغليظه، يعني هناك ينحط نوره، تعرفون هالنو، تعال جاي اظهر لي من نوره، النوره هاي اظهر منها، بيديك اظهر شوي. نحن نسميها نورة، ما أدري حد من اللي على العرب بخلاف بعد ما يدري شو بيقول لي. نورة هو الياس، هو الاسمية الأبيض، أنا ما أدري به لكن نورة هو اسمه نورة. شو هاللي في ذي هذا؟ هذا مبيد فطري، أي محل ما زراعة قولوا نبغي مبيد فطري محبب، يخلطوا يا النورة. ما يريد يشوف اسم، بس إلا نمونة راويناهم الاسم بيقولون بوها يسوي دعاية حق الشركة. لا ها هذا شفتوا على ما تشوفونه، مبيد فطري اسمه، موجود آلاف الشركات تتنقون أخيرهن، تحطون شويون والباقي كله نورة، فنيال نورة، فنيال من المبيد الفطري، فنيال من المبيد الفطري هاللي يخلط في الرمل، هو عادة محبب يشرات التراب نزيل، وثلاث أربع شيلات نورة وتتبزون هذا البالدي ماء أبداً، ويندهن أبوي يدع الشيارة كامل، لوزة لومية برتقالة همباه ملحمضيات اللي يكون. من اللي يمشي تحت هذا في ريح شرات ريحة الغاز، الحبوب هذا الفطري انزين، فهي ريح شرات ريحة الغاز من أي شيء يبتعد عنه. قال وهذا أمها وهذا أبوها، شو السبب عادة الحين وقت غل الورق، الورق الشرة تغل بالأوراق الجديدة، فش اللي يستوي؟ تظهر الحشرات وتسكن في الجميم هاي اللي تشوفونها، فرخ الهنب الورد والورد يزهر، هاي الخنابيل ها كل يمتزر نمل وبعوض صغار، فمن يجي من تحت بالساق يربع لين فوق، من تحت لين فوق ويرب يتم فوق عاده، ويازم يتقرم ابوي من هالورق ومن هالزهورات وبس، هو يعيل وهو الدور عليه دوره ويعيل ويسوي عيال وهو يتكاثر وهو فوق ما يحتاج ينزل، كل شيء يباع عنده موجود. من الندى شرب، من الندى وأكله
من الورق الورقة هاي اللي تشوفونها تظهر هاي البنية هاي طعمها لذيذ غدي. شو ما شاء الله قراطية. أقول بتحيدون للشراحة العامية اللونقان، اللونقان هاي العودة شرات النبج، شرات النبج لون البني يبيعونه الحين في الجمعيات موجود مكود. يقول ما يظهر بوضع بها، شو كم كبرها ما شاء الله. افتح الحبة طعمها شرات من الورد مكود، مكود هالجمعية. ها هذا شو هاي زهرته صلامة، صلامة تسودة عرفتوها ظني اسم اللونقان، حطوا على النت بتعرفونه. زين كم واتر أبل، وهذا وقت الزهير مال واتر أبل الحينة. الحينة شوفوا كل اللي زهر الحين هذا موسمه واتر أبل. أبل هالشيرة يعني ابتدت تظهر في الإمارات يمكن من 7 إلى 8 سنين، يا غير ما تقهر الحر شوي وقت الشمس تتعب تانس كلافة فقيرة استوائية ماليزيا واندونيسيا والفلبين والبقع هاي كم ما شاء الله مستوي حوالي 3 أمتار مترين ونص فيها. في عزة حياة ميرة اللي نطريها الكيت والنعومي هاي واحدة منهم هم فصيلة هذه أترياها من متى من العام أترياها متى أترياها تبلغ انزين وأشوفهن يخففن كل يوم هذا كله كان ممزور لين عينه سيد طروق واحد أنت وين يودي هذا من هناك من هاي الثانية إيه بعد من اللي هاي اللي أكثر حلوة يا سلام من وين شليت من أي مكان من هذا من هني هي هي ليش نحن ترى جاي يبلغ وأنت شو تسوي به لا كباب هي مينت أيوة تقطعه وتسوي ميكس مع اللحم تسوي تشل الفيفاي زين والتبشره يا جريت جريت وتسوي ميكس مع لحم لا هي صوت هي اي جي او صوت انزين انت هذا ثاني مره نيت قربه بردك بلادك الانديا يولقو بيوتشت ميكس دونت كم هير اني مور اي ويل كيل يو اف يو كم هير يا ويلك ذس از اي ام ويتينج 1 يير وانت حين تي تقطعه يلا ثانك يو أقولكم أشوف ممزورة الأول من القلب فوق لين تحت وكل يوم يخفن كل يوم يخفن ماله ولا بعارف طريق اللي ماله وين وكل يوم يقطع من الفيفاي أنا ترى أيام تبي يقيض وهو كل يوم يحط منه في يطحنه ويحطه في اللحم المشواي ويوم يوم بيشوي دياي شوف أقولكم عايشني في غربال ويدور منو اللي يسرق علي يتغافلني ويسرق الفيفاي من بيتنا كل يوم يجلس حسب يوم عدى اليوم ولأنه هو الحبيب أقول لي ليش قال والله نحس تعمل حق المرقة وي أنس هي زين صد فوق فوق هي أذان هي أنس زين نعم خلاص صلاة مزعلنك من أسد إني صلي وايد يعني إيه 4 ركعات إيه تبغى يصلي ركعتين؟ لا ها خلاص لا خلاص نسيت اللي بيصلي لازم يتبرض في الصلاة لا لا يصلون أول 4 وعقب هنتين سنة 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 هنتين تسننون أذان نسيت أذان وأنت ما بيجايز لك إنه شيء أذان وأنت ما بتصلي أنت؟ لا أول بتصلي ولا لا؟ أول نسيت يلا حينة فجأة يا ابو محمد كان ندخل فريج التيار كل اشياء الولايتيه هني تنباع كل اشياء الولايتيه خبرات محمد
يحافظ عليه. كل الناس ترحبه وتهلي. ابو محمد. لا ابو محمد. ابو محمد. نعم. شو تسوي؟ يا سبب. شو؟ ها؟ كثر ما تنبه. الشيخ نيان بن مبارك والشيخ نيان بن حمدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم باكر ترى موعدنا مع خدمة محلة زايد الطريقة والصب وكل إن شاء الله باكر الصبح والمقادير ويعني طريقة كاملة من على ما قالوا المصريين من طق طق لين سلام عليكم يلا. أقولكم الملكة هاي اليوم كانت ملكة راشد بن محمد بن علي العبار على بنت عبد العزيز بن عبد الله القرير في الخوانيج. والله ونعم الاختيار من الطرفين ويعلى الله يبارك لهم ويهنيهم ويسعدهم اليوم ودوم يا رب العالمين. وعرس الريايل إذا الله جعلنا من الحيين بيكون تاريخ 11/4 بيصادف يوم الثلاثاء في المركز التجاري في دبي.